الفوضى اللي كانت فيها المدينة زي الفوضى اللي حصلت يوم جمعة الغضب 28 يناير. اللي حصل في 28 يناير اقتحام للسجون واقتحام لأجسام الشرطة وإشاعة الفوضى في البلد، يعني دي صورة شبيهة بها فيما حدث في بورسعيد. قرر السيد الفاضل بأن هناك تشابه بين الأحداث التي حدثت في مصر أبان ثورة 25 يناير وأحداث 26 و27 و28. هل في تشابه بين الأحداث ديت والأحداث دي؟ السؤال، لماذا تستبعد دور القوى الخارجية والمخابرات في أحداث بورسعيد مع أنك قررت بها في أحداث ثورة مصر مع وجود ذلك التشابه؟ أنا قلت التشابه في الهجوم على السجون وإقسام الشرطة، لكن أنا ما عنديش أي معلومات عن أي قوى خارجية أو من له انتماءات دينية في هذا الهجوم في بورسعيد، ولو كان عندي كنت قلت قبل كده. على لسان كثير من القيادات التي أعلنت أن هناك تسليح بأسلحة نارية كانت بيد الضباط والجنود. في تعليمات لكل السادة الضباط والأفراد باستعمال حق الدفاع الشرعي. فمش ممكن هيكون في وسط الحرب اللي كانت فيها بورسعيد مفيش ضابط هستخدمش السلاح، هستخدم سلاح الدفاع عن الشرع، دفاع الشرع عن النفس. من يتجاوز يسقط، وكل قائد في موقعه هو المسؤول عن اعطاء الامر باستعمال السلاح.